السلام عليكم، معاكم رمزي ابو زيد من باد بويز. والنهارده الفيديو ده زعلني جدا جدا. انا كنت رايح القاهره والموقف ده حصل قدامي، فحبيت انزله لكم واتناقش كده فيه معاكم. فانت لو رايك مختلف خلينا نسمعه، وزي ما دايما بنقول الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. فيلا بينا نشوف الفيديو ونرجع نتناقش بعدين. مثلا في طريق سواقه جديده، يعني يا ريت الناس تقول لي، يعني صباح الفل، يعني انا عايز اعدي والله بس خايف. يعني هو ما بيخلوش حد يعدي من قدامهم، فاهم؟ وقاعدين بيستهتروا بصراحه، يعني الموضوع مستفز. بص بيعدي ازاي اصلا، الموضوع مستفز جدا. بص 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 بص، مش فاهمه مش فاهمه. عايز اقول لكم ده في اتنين كمان ورايا، يعني انا عديتهم بعجوبه. مش فاهم والله اللي بيبص بص اصلا، وبعدين افرتها ايه يعني. بيستهبلوا والله يا جماعه، بيستهبلوا. فلو لا قدر الله حد فيهم مات اصلا هيقول لك وهيزعلوا وهتبقى غلطه مين، وبص بتوع الموتوسيكلات بيعملوا ايه وبتاع. يا جماعه احنا مش كده، اقسم بالله احنا ما كده، وبتوع الموتوسيكلات ما بيعملوش اللي هم بيعملوه ده. صباح الهبل يعني، واخرتها يعني. يعني يا سيدي انت لو هتهبل حتى وانت قاعد على الموتوسيكل البس سيفتي مثلا. لو هتسوق وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده البس سيفتي، البس خوذه يا عم. لكن ده حافي واتنين على الموتوسيكل، اول واحد دوت هم اتنين تقريبا او ثلاثه على الموتوسيكل. انا مش فاهم اللي هم بيعملوه. انا كان نفسي اهو بركب موتوسيكلات والموضوع استفزني، يعني مش فاهمه. انا هفضل معاهم للاخر كده اشوف الحوار اخرته ايه يعني. خلينا معاهم. بص 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 بيجي على العربية بيعمل ازاي؟ مش فاهم، أنا مش فاهم والله اللي بيعمل ده بيعملوا ليه يعني. ماذا بعد يا شباب؟ هو يعني هو بياخد الحارات كلها، فاهم؟ يعني أنا هحاول أهرب كده. بص 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 بص، هو مفيش حد بيعدي. والله يا جماعة الموضوع مستفز، مستفز جدا. أنا عايز أوصل معاهم للآخر، يعني هيوصلوا فين؟ انا اللي قدامي دوت زي ما قلت لك، بص اتنين، واحد ماسك في الموتوسيكل وواحد سايق. فانت لو حصل لك حاجه انت وصاحبك انتوا كده يعني الله يرحمكم يعني. احنا بنجري بس معلش يعني الجري بعقل شويه، فاهم؟ يعني انا عن نفسي بجري لما بلاقي حته فاضيه. ساعات بتلاقي في فيديوهاتي باخد غرزه بين عربيتين، بس اللي هو باخد غرزه على ان انا مضطر. انا لو وقفت او حصل لي او لو ما خدتش الغرزه ديت ممكن عربيتين يقفلوا على بعض، انا اللي هيبقى شكلي بالسلامه، فاهم؟ فهو شكل الناس متعوده على الاشكال دي، انا اول مره اشوفه بصراحه يعني.
بيحصل ده انا اول مره اشوفه. فانا هو حاسس ان هو بيطرد العربيه، يعني هو عايز يغلط عربيه تقريبا. مش فاهمه والله، ما فاهمه هو يعني. دي رياضه يا جدعان، الرياضه. طيب يعني انتوا بتدرسوا الموضوع ده هنا يعني؟ معلش عشان انا يعني بنزل القاهره كل فين وفين كده يعني. دي رياضه انتوا بتمارسوها مثلا يعني؟ بتجيبوا المكن النحله دوت وتمارسوا عليه رياضه التزحلق دي؟ انا مش فاهم. لا اله الا الله. خلينا ماشيين وراكم. بص الفكره اللي هو بياخد يمين وشمال كده ومفيش مفيش مرايه يعني. انت حضرتك عارف طيب يعني، عارف انت لو هتروح كده ممكن تلاقي عربيه لطشتك. بص بص هيعدي، ما تقوليش ان انت هتعدي ما بين العربيتين. الحمد لله. انا في واحد عايز اقول لكم، في واحد ورا بيحاول يعدي بس هو مش عارف يعني. بص بص العربية، مفيش أم لجنة على الطريق ده يا جدعان ولا إيه يعني؟ يلا 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 يلا، هتعمل معاهم إيه بقى؟ ديوي. بتاع البي إم دوت لو كان ثبت ثانية واحدة واحد عم سوبرمان جاي اهو ورايا. خلاص كده مش فاهمكم والله. هما خلصوا يعني. صباح الفل، صباح الفل. بعد ما اتفرجنا على الفيديو انا في نقطه بس كده حابب اوضحها يا جماعه. الفيديو ده انا مش بهاجم في حد، انا مش بهاجم في حد، وكلمه مش بهاجم دي عايزك تحط تحتها مليون خط، تمام؟ عشان بس ايه محدش يفهم فكره الفيديو غلط. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا بقى ماليش علاقه بحوار الاخصام بقى، وانت عشان من اسكندريه وانت عشان من القاهره والكلام العبيط اللي بعض الناس بتعمله ده، الحوار ده بره عني اصلا يعني. ثالث نقطه عايز اقول لك، انا كمان بتهور، بتهور وبسوق وبروح بالبايك انا وغيري، بس انا كرمزي مثلا لما بيتهور تمام بيكون عامل السيرفيس قبل ما يطلع مثلا، وعارف ان هو هيجري بالموتوسيكل مش هيك على البايك بتاعته، لابس سيفتي على الاقل، يكون لابس خوذه مثلا وجوانتي. ده انا مثلا بلبس جاكيت وركب والجزمه بتاعتي. بكلمك في العموم او في الصح، لما مثلا بنطلع بنجري او بنطلع نتهور او نتجنن او ايا كان، بتكون لابس حاجه تحميك عشان لو لا قدر الله انت وقعت في حاجه يعني تحاول تلم الاضرار اللي هتحصل، ده لو حصل لا قدر الله. النقطه اللي بعد كده هيقول لك، طب ما في ناس في اسكندريه بترفع وسط العربيات. انا عارف ان ده غلط، ده وش غلط ان انت ترفع وسط العربيات والكلام ده، بس انا الموقف دوت عرضته معاكم لان اول مره اشوفه قدام عيني، اول مره اشوفه بالصوره دي. انا بقى اللي زعلني كذا نقطه، منهم نظره الناس اللي بتاع الموتوسيكل او الناس اللي كانت سايقه دي، بتاع العربيه او ايا كان، لو حد حتى واقف على جنب مش هيفهم بقى اذا كان دوت موتوسيكل صيني، موتوسيكل نحله، موتوسيكل ياباني، موتوسيكل بقد كده، ما حدش هيفهم فاهم. وانا سايق وباصص للناس جنبي كده اللي هم وراهم، ناس اللي هو ايه القرف اللي هو بيحصل ده فاهم. ديت اللي زعلتني، اللي هو انت ليه تحط الناس في الموقف ده؟ انت عندك في مصر قانون اسمه الحسنه تخص والسيئه تعم، انت لو عملت حاجه وحشه يبقى كل بتوع الموتوسيكلات وحشين. ديت النقطه اللي زعلتني. النقطه اللي زعلتني بعد كده، انت يا سيدي لو حياتك مش فارقه معاك، مش لابس سيفتي، انت مش لابس خوذه، مش لابس جوانتي، انت سايق بشبشب اصلا، فانت لو لا قدر الله كنت وقعت كان يعني انت فعلا استهترت بحياتك. هنفترض اللي احنا هي هوايه وساعات كل واحد بيجيله كده حاله بتروح منه
فيها انا ما عنديش مشكله. عن نفسي لما باجي وبجري بجري وعارف الحته ديت مثلا وليكن مثلا في كيلو ما فيش عربيات، فبروح جاي انا واصحابي ساحبين واحده ستريتش كده بالكيلو دي، قشطه الادرينالين بيطلع وبتاع مش عارف ايه وبتهدي الدنيا. لكن انا ولا بزنق على العربيات ولا بقفل الطريق ولا برخم على الناس ولا بخلي حد اللي هو يشتمني، فانا اعرض نفسي للموقف ده ليه؟ تروح يمين وشمال بصوره يعني مش عارف اوصفها، هي مش لاقي كلمه اوصفها، بس كان الموقف انا كنت خايف اعدي، مش خوفا على العربيه اقسم بالله، خوفا عليك، لان انا لما بقع من الموتوسيكل وقعه خفيفه عارف ان هي بتوجع ولابس شيفت سيفتي وي وي والكلام ده، لكن انت مش لابس حاجه، انت لو خبطت في جنب العربيه هتروح، فاهم؟ وده فعلا اللي حصل. انت لو خدت بالك لو ورجعت للفيديو هتلاقي في حته كده عربيه بي ام بتعدي وانت يا دوبك يعني بتاع العربيه دوت لو كان شعر للفرامل كده انت كنت لبست في جنب العربيه، هو بتاع العربيه هيخسر ايه؟ هيخسر باب، انت كنت هتخسر حياتك. يا جماعه ما نستهونش بالحوار ده، ما نستهونش بالسيفتي، البس سيفتي يا عم، اتجن براحتك، بس اتجن من غير ما تاذي حد، اتجن وانت مع حالك، ما تتجنش وانت وراك واحد صاحبك وهتروح انت وهو. فقدنا ناس كتير بنحبهم بسبب الموضوع ده، تمام؟ ما كانوش لابسين سيفتي وبيجروا في حتت ما ينفعش اللي انت تجري فيها. انا اتمنى الناس تكون فهمت وجهه نظري اللي انا مش بهاجم حد، وانت لو عندك وجهه نظر ثانيه انا احب اسمعها اكيد. انا ردكم في الكومنتات واستنينا في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.